قال علي الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات في غرفة تجارة وصناعة عجمان أن عدد الأعضاء في الغرفة وصل إلى أكثر من 40,000 عضو، والقطاعات الحيوية تمثل قرابة نصف الناتج المحلي الإجمالي لإمارة عجمان. الحمد لله وصلنا إلى أكثر من 40,000 عضو تحت مظلة الغرفة، ومن ناحية القطاعات وأهم القطاعات تعتبر قطاعات أو يعتبر قطاع الصناعة، قطاع التشييد، قطاع التجارة، وكذلك قطاع الأنشطة العقارية من أهم القطاعات. إذا جمعناهم كلهم يعني يمكن يمثلون ما قيمته أكثر من نصف الناتج المحلي للإمارة. وشهادات المنشأ الحمد لله زادت بأكثر من يعني 38% خلال السنوات الماضية، وكقيم تصدير الحمد لله نمت أيضا نمو كثير وفاقت يمكن ما الأرقام اللي كنا واصلينها قبل جائحة كوفيد، يمكن أكثر من 30% كان نمو، ووصلت إلى قيم الحمد لله 7.5 مليار تقريبا.